السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه آه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه سهله جدا هي وصفه بسكويت الشاي في عشر دقائق بس هو فعلا مش مكلف ومش متعب خالص هي ان شاء الله الوصفه تاخد مننا عشر دقائق بس في العجن والتشكيل ودخول الفرن كمان آه الوصفه حلوه هتعجبكم جدا وتعجب الولاد جدا آه ممكن نقدمها بقى لولادنا جنب لبن او جنب شاي آه زي ما تحبوا تعالوا بينا يلا عشان نشوف الفيديو من البدايه ونشوف المقادير والمكونات بتاعه البسكويت بتاعنا في البداية زي ما احنا شايفين اهو عندي حوالي نص كوباية سكر ونص كوباية زيت وعندي كمان كوبايتين دقيق وعندي كمان بيضة وعندي معلقة بيكنج باودر وكيس فانيليا هي دي المقادير بتاعتنا بعد كده هنبدأ نجيب طبق كبير وهننزل بيه البضاية بتاعتي بالراحة كده ونحط عليها كمان كيس الفانيليا وبعد كده بالمضرب اليدوي نبدا ان احنا نضرب بالراحه البيض بالفانيليا ممكن المضرب اليدوي عايزين مضرب الكهرباء براحتكم ممكن بالمعلقه زي ما انتم حابين يعني بعد كده هننزل السكر بتاعي وانزل كمان بالزيت ونبدا نضرب الخليط ده مع بعض لحد ما يدوب السكر معايا زي ما احنا شايفين كده نقلب باستمرار بالمضرب بتاعي زي ما احنا شايفين كده بعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا وننزل بيه واحده واحده كده نحط الكوبايتين كلهم وطبعا نحط البيكنج باودر اللي معانا على الدقيق اهو زي ما احنا شايفين كده ونبدأ إن إحنا نقلبهم كويس طبعا هنعجنه بإيدينا بعد ما عجناه زي ما إحنا شايفين بصوا العجينة ما شاء الله سلسة وطرية ومش لازقة مننا خالص يعني هتبقى سهلة في إن إحنا نشكلها كويس أنا قسمتها نصين علشان في نص على الكاكاو هيبقى شوكولاتة وفي النص التاني هيبقى فانيليا طيب النص اللي معايا ده هبدأ أحط عليه حوالي نص معلقة كاكاو لأن أنا عندي الكاكاو بتاعي غامق فهيديني اللون والطعم بتاع الشوكولاتة وكمان هنحط عليه حوالي معلقه آه معلقه ميه معلقه الميه علشان تسهل عليا ان انا ابدا اعجن الكاكاو بالعجينه بتاعتي وكمان عشان الكاكاو ماده جافه ممكن ينشف لي العجين وهنقلبهم كويس مع بعض زي ما احنا شايفين كده بعد كده عندنا اهو العجينه الشوكولاته والفانيليا جاهزة معايا هنبدا ان احنا دلوقتي نجيب الصاق بتاعي اللي انا هبدا ارص فيه العجينه بعد ما اشكلها طبعا الصاق بتاعي زي ما انتم شايفين انا دهناه دهنة زيت هنبدا مع بعض دلوقتي اوريكم ان شاء الله هنشكلها ازاي لزوم بقى التشكيل بتاعي لازم يكون عندي سكر بودرة زي ما احنا شايفين كده وادي العجينة بتاعتي هبدأ ان انا اقطعها كوار صغيرة الاحظ ان انا هعملها كبر صغنونة لان آه العجينة بتاعتي فيها بيكنج باودر فلما يدخل الفرن طبعا هيخلي العجينة بتاعتي تنفش بصوا عملنا اول كورة اهو وهنحطها في سكر البودرة سكر البودرة هيخلي العجينة بتاعتي طعمها حلو جدا ويديها كمان قرمشة حلوة كده لما نيجي ناكل البسكوت بتاعنا ونبدا نحط ونرص كده بالراحه احنا بنعمل اول صف هنعمله شوكولاته وبعد كده هنرصه زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين اهو بصوا العجينه سلسة جدا معايا بتتقطع بسهوله وبتتشكل بسهوله جدا آه انا عملت اول رصه اهو الشوكولاته خلصت هنبدا ان احنا نعمل الصف الثاني للفانيليا نفس الطريقه هنكورها كور صغنونه وبعد كده نحطها في السكر البودره ونضغط عليها بصوا ضغطه خفيفه قوي بالراحه كده وبعد كده نرص في الصاج بتاعي لو تلاحظوا ان انا عاملة مسافات ما بين الشوكولاتة بصوا صف الشوكولاتة في مسافات ما بينه ليه عاملة حساب ان ان البسكويت بتاعي لما يدخل الفرن ان شاء الله هيفني شوية لان فيه بيكنج باودر هنشكل كل الكمية اللي معانا ان شاء الله وأوريها لكم لما اخلصها انا كده خلاص قربت اخلص الساق بتاعي اهو وهوريهولكوا ان شاء الله بصوا يا بنات زي ما احنا شايفين اهو الصاج كله اتملى وخلصناه عملنا صف شوكولاته وصف فانيليا بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا انا مسخنه الفرن علشان يبقى جاهز اول ما اخلص هحط على طول البسكويت بتاعي بصوا بقى انا عايزه اعمل تجزيعه كده في البسكويت انا عندي مقشره كنت لسه جايباها أه هبدا ان انا اعمل تجزيعة كده زي ما انتم شايفين في الفانيليا وفي الشوكولاته انتم بقى ممكن لو ما فيش حاجه زي كده عندكم ممكن تحط تعملوها مثلا بالشوكه بالقطعه بتاعه الجزر او قطعه اللفت اي حاجه عندكم شرشره كده ممكن نعمل بيها التجزيعه دي التجزيعه دي هتديه شكل حلو قوي في التقديم في الاخر هنعمل طبعا الصاج بتاعي كله زي ما احنا شايفين كده كده بعد ما خلصنا التجزيع اهو كلها في الصاج كله هنبدا ان احنا نحطها في الفرن وهوريكم لما تطلع وده البسكويت بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن بصوا استوى وخد لون خفيف خالص لون دهبي خفيف خالص من على الوش ومن تحت بصوا استوى بتاعه استوى ممتاز ما شاء الله خد لون دهبي خفيف دي الفانيليا وكمان الشوكولاته كمان خدت نفس السوا اهو زي ما احنا شايفين ودي كانت كمية البسكويت اللي معايا اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم جربوا الطريقة ان شاء الله هتعجبوا لكم جدا ممكن بقى نقدم لهم البسكويت جنب اللبن او جنب الشاي باللبن او جنب الشاي ليكم مثلا اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم وياريت لو في اي كومنت تكتبوه لي عشان اعرف رايكم في البسكويت بتاع النهارده وياريت ريت ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل في فيديو جديد واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام عليكم